حقك في التأليف وحفظ إبداعك هو واجب الديوان الوطني للحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وإن تم قرصنة أعمالك فالشرطة بالمرصاد. كان هذا مجمل ما حملته ندوة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب والمؤلف. احنا قلنا لا ديناميك ولا استراتيجي تاع لوندا فيها زوج مستويات، المستوى الاول هو التحسيس، المستوى الثاني هو لا ريبريسيون، يعني ندخلوا بكل السلطه الجزائريه وكل يعني القوه. هذا ناتج عن عصرنه وسائل المكافحه المنتهجه من قبل المديريه العامه للامن الوطني. الندوة نشطها كل من المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمشاركة قيادات من سلك الشرطة، وأيضا في إطار الخطة الناجعة المنتهجة من طرف الأمن الوطني المبنية على التكوين المتخصص للإطارات عبر التكوين الدوري أو رسكلا. هي فرصة لتجديد العهد بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والأمن الوطني، والهدف حماية المبدع من كل أنواع القرصنة.